بكم في اقتصاد السوق وإليكم أخبارنا اليوم. إنه جرس بورصة لندن قرع اليوم بيد حاكم مصر في لبنان رياض سلامي مفتتحاً جلسة التداول في يوم خصص للبنان شعاره يوم أسواق رأس المال اللبناني، وذلك بالتعاون مع مصر في لبنان وحضور أبرز المؤسسات المالية اللبنانية والأجنبية. وأعرب سلامي عن سروره بافتتاح هذا اليوم اللبناني مؤكداً أن الحدث يسلط الضوء على فرص الاستثمار المميزة التي يقدمها لبنان، لافتاً إلى أن لندن قناة مهمة في دعم النمو المالي للمصارف والمؤسسات والاقتصاد اللبناني. تجدر الإشارة إلى أن أهمية هذا اليوم تكمن في تسهيل الحوار بين المستثمرين المقيمين في لندن ونظرائهم العالميين والمؤسسات المالية. آلاف الموظفين في إسبانيا سيخسرون وظائفهم في مقابل 35 مليار يورو، أي ما يعادل 45 مليار دولار، شرط فرضته السلطات الأوروبية على إسبانيا من أجل تحويل هذا المبلغ إلى صندوق إنقاذ المصارف الحكومية الإسبانية في محاولة لإنقاذ المصارف الأربعة الرئيسية المؤممة في البلاد. وعلى هذه المصارف تسريح آلاف الموظفين، ما يعني زيادة نسبة البطالة في بلد أصبح على شفير الإفلاس. ومن إسبانيا إلى بريطانيا، حيث كشفت دراسة أن أكثر من 3 ملايين بريطاني من أصل 62 مليون بريطاني يعانون سوء التغذية بسبب الأزمة المالية وارتفاع نسبة البطالة، إلا أن هذه الأزمة في المقابل ساعدت امرأة في الخمسين على الإفلات من السجن، فقد أمر قاضي محكمة في لندن بإخلاء سبيل هذه المرأة المتهمة بسرقة منزل صديقها السابق بذريعة أن سجنها سيكون أكثر تكلفة على خزانة الدولة، لا سيما أنها تحصل على إعانات بدل بطالة تصل إلى 25 ألف جنيه استرليني سنوياً من أموال دافع الضرائب، وفي حال سجنها سيدفع لها المبلغ إضافة إلى مبالغ رعايتها في السجن. قلة فرق بين سجن بريطاني وسجن رومي. شهد المعدن النفيس اليوم انخفاضا في أسعاره بسبب توجه الأنظار نحو المحادثات الأوروبية بشأن اليونان. وفي لبنان سجلت الأسعار التالية: عيار 22 51 دولار و 66 سنت، عيار 21 49 دولار و 31 سنت، أما عيار 18 ف 42 دولار و 27 سنت. وبلغت أونصة الذهب 1751 دولار و سنت واحد، وكيلو الذهب 56297 دولار و 87 سنت. انعكست احتجاجات مصر سلبا على الطلب على النفط، فهبط سعر العقود الآجلة لخام برنت 26 سنت ووصل ل 111 دولار و 12 سنت للبرميل، وانخفض الخام الأمريكي الخفيف 30 سنت وصل ل 87 دولار و 98 سنت للبرميل. هذا كل شيء، ملتقانا غدا في اقتصاد السوق من لبنان إلى العالم.